بدي اسألك سؤال. سألي تقبريني شو في؟ يا مو هلا لو الله قدر واجا هذا الولد وما طرحت كان رح يجي بيشوف ولا لا؟ لك شو هالقصة طالعتي لي فيها ولك امي؟ شو صاير لك انتي؟ مو صاير لي شي، ليش انا شو حكيت؟ انا بس بدي افهم شو عم بيخطر على بالك؟ ما بيخطر على بالي شي، انا قلبي محروق على الولد اللي نزل. لك يا بنتي هيك الله راد، وبكره ان شاء الله بتتجوزي وبيجيكي ولاد مثل القمر. تجوز؟ مش انا مين بده يتجوزني؟ اه لا تحكي هيك لك بنتي، انا بعمري ما راح اتجوز بعد غريب. مشان الله يا امي حاج تحرقي لي قلبي عليكي، انا مو طالع بايدي شي، والله مو طالع بايدي شي. بكره ان شاء الله بتتجوزي وبيجيكي ولاد مثل الفله. صياح، هدول المصاري حق سلاح، أمان برقبتك أنت وصبري. ها بإذن الله مستورة مختار. هلأ فورا تطلعوا من مدخل الحارة الثانية بدون ما حدا يشوفكم، بتاخدوا طريق الجبل، بس أوعكم ها أوعكم تفوتوا على البساتين، فهمت؟ بأمرك. وبس تستلموا سلاح بتسلموه فورا لأبو الرضا وبترجعوا على الحارة، فهمتوا؟ وصيل. حاضر. الله معكم. السلام عليكم. يا بسم الله، هاي احلى كاس الشاي. شرب اختار. خير مختار في شيء؟ لا 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 ما في شيء، روح على البيت. يلا بامرك. السلام عليكم. يا رب يا رب. دائما يا ابو جواد الضعيف بيروح مع وسه بين الرجلين، ليش؟ لانه ما له سند. بتهون عمي بتهون. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. هي حكمه الله يا ابو حكمي. ونعم بالله يا ابو جواد، ونعم بالله. والله لو طلع بايدي ما بخليهم ياخذوه على جستي. بعرف يا صاحبي بعرف، بس شو بدنا نعمل؟ اولاد الحرام هيك تصرفوا. دعيله عمي دعيله، هو هلا بحاجة الدعاء. ايه الله يرده سالم غانم بجاه الحبيب المصطفى. امين يا آمين. رب العالمين. شراب عمي؟ شاي؟ صب صب يلا. اعطيني رايك بالشايات. اعطيك رايي؟ شو هالدمعة طرق على ان شاء الله صحة ولا على قلبك يا سلام. بدهم تسخين شوي. يا مرجان الغال للناس، خذوا الحكم يا ناس، خذوا العبر يا ناس. يا الله لما خنقلكم زينا لكم بجام، ولو بتدور كل العالم ما بترتاح لتعيش بالشام وتشرب من مية الشام. يا قلبي يا
الله يسعد لي هالصوت يا عمي ابو حكمي. الله يكرمك يا مرزوق، كيفك؟ الحمد لله. اهلين. هاي اجى حبيب قلبك. مين واد حبيب قلبي؟ الاخ راس صاحبه. صاحبي يضربه هو واصحابه. يا ابو مجرب وقال للناس دعونا نحكي كلمتين عن الشام ام الياسمين. يا ابو مجرب وقال للناس هذا كل شيء صار معنا يا بي، هلكنا. يعني ما استفدنا شيء من راحتكم. تيتي تيتي، مثل ما رحتي مثل ما جيتي. وين دورتوا على يوم؟ دورنا بجنوب الشام كله. الله وكيلكم، دورنا الأرنب فصفصناها فصفصها ما لقينا حدا. مو معقول، مو معقول. شو يعني شقت الأرض وبلعتهم؟ إلا ما نلاقيهم، إلا ما نلاقيهم. قوموا روحوا، بس بدي إياكم ببعت وراكم. أمرك مختار. بدك مني شي يا بي؟ لا، روح نملك ساعتين وبعدين نزل على الدكان. حاضر، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام. طبعاً كل مع السلامة. مختار، الشغلة بدها بال مرتاح، مخي فكر منيح، القصة بلوب وسالي. ما راح ارتاح ولا يهدى لي بال لاعرف وين قاعدين ورجعوا لماجد. والله بالنا ما عم يرتاح، ما بعرف شو صاير لهالحارة، كل يوم مشكلة جديدة. على سيرة المشاكل، قدريتي يا خانم شو صار مع بنت معدل الخياطة مبارح؟ لا والله ما أدري شو صاير يا أم سعيد. هذا الأخرس هاجم عليا بنص الحارة، شلحها عن راسها قدام كل الناس. يا لطيف، يخرب بيت قلبه على هالعملة. دخليك مين بيكون دافشوا عليهم؟ هذا واحد أجدب، أجدب يا مطيعة. يو، أجدب ياخدوه على العصفورية؟ ليش مفلتينه بالحارة يكشف النسوان المستورة؟ لك هو مو أجدب، أجدب يعني هيك على البركة. يعني إذا كان على البركة بيشلح نسوان الحارة غطاهم وبيكشف عليهم قدام الناس. الله يهدي إلهي. الله يعيننا ويعينه يا خانم. إيه هذا واحد على البركة، لا بيعرف العيب ولا الحرام. يا لطيف، يا لطيف.
حتى كمان نسوان الحارة عم بيحذروا بعضهم، إذا واحدة بدها تطلع من بيتها، إذا شافت الأخرس بطريقة تبعد عنه، كتير 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 تبعد عنه، لأنه هذا واحد مجنون بيعمل كل شيء وما في حدا يحاسبه. هذا المزبوط يا أم سعيد. الله يفرج يا رب. أيوة، وشو بدهم يعملوا معه يعني؟ إن شاء الله بدهم يخلوه هيك فلتان على حريمات بالحارة عم يرعبوا. ولي على قامتي عليه، إيه ماله حدا حزين مقطوع من شجرة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. برافو، انت عملت شي كتير منيح، بعدت كل شكوك عنك بشي ساويته مع نساء حرب قصب. يا سيدي بس اكلت قتلة حشك ولبك من هذا اللي اسمه عدلي. معلش معلش، انا بعوضك. خيرك سابق سيدي، خيرك سابق. من هلا رح يجي لعندك واحد من رجال ابو رجا، او يمكن ابو رجا يجي لعندك عبايكي، شو بيقول انت بيساعده؟ ايه بأمرك سيدي. قول هلا في خبر جديد؟ انت ليش اجيت؟ ايه سيدي، في هالورقة بعثت لك اياها عزمية، لازم سلمك اياها باليد. تفضل حطه هون. ايه بأمرك. شرف سيدي. سلاح ويعطوه لأبو الرضا. برافو. أنت تأكدت من هاي المعلومات؟ لا ماني متأكد ولا سمعت شي، بس أنا اللي شفته اليوم بالحارة ماله طبيعي، يعني الشباب اللي كنت شوفك اليوم ما شفته سيدي. طيب طيب اسمع، في مخربين من حارة قصب بدهم يشتروا سلاح، بتجهز كل عناصر، بدنا نمسكهم وهن راجعين. فهمت؟ مع السلامة. إذا بيكون هذا كلام مزبوط رح أعطيك ذهب. خيرك سابق سيدي، أنا ما بدي غير سلامتك. شوف هلا لازم نرجع لحديثنا. أي حديث سيدي؟ بيجي لعندك رجال واحد من أبو الرجا. سيدي بعد إذنك، قبل حديث أبو الرجا، أنا الفشك اللي عطيتني إياه مشان الفرد تبعي خلص، وأنا لازم أحمي حالي. ليش أنا قديش عطيتك رصاص؟ أنت عطيتني شي 5 فشكات. خلاص خلاص، أنت واحد كويس وأنا رح يعطيك رصاص كتير. الله يخلي لي إياك يا سيدي. هاي واحد، وكمان هاي واحد تاني. منيح هيك؟ يسلم ايديك سيدي. وهلا انا بامرك، شو بتطلب مني؟ هلا روحي وبعدين بنحكي. بامرك، سلام. ليك يا معدلي، انا لا فتلت ولا برمت، جيت لعندك دغري. بدك تحلبي معي صافي هالمره؟ بدي تفصيلي لهالعروسه الحلوه، لأنه بده يصير عرسها بكرة على السكيتي. على عيني يا أم سليم، طلبك موجود وعندي، يعني في عندي شغلة هيك بس شغلتها بسيطة، تكي وبجيب لك اياها لبي ما تشربي قهوتك. يا أهلا وسهلا فيكم. الله يسلمك يا رب. شلونك عدلية، عم تتعلمي من أمي؟ إيه والله صرت معلمة يا خالتي أم سليم. هيك بدي اياكي. خدي شفيقة حبيبتي، هاي التفصيلة البسيها لأنه العروس صاحبة التفصيلة انقلب عليها عرسة وما لبستها. يو 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 يو، شو عم اسمع؟ دخيلك يا أم عدلي، شو قصة التفصيلة؟ والله التفصيلة لوحدة عروس انقلبوا عليها بيت حماها بليلة عرسة، وجوزوا ابنهم لبنت الجيران ما لبستها غير مرة واحدة. يو يكون فالشوم وينقلب على بنتي وما يصير العرس. شو هالحكي انت التانية ام سليم؟ شو هالحكي؟ بالعكس بجوز ربنا عمل هيك مشان هالتفصيلة تكون من نصيب بنتك، ان شاء الله بتتهنى فيها يا حق. امين يا رب. قومي عدلية، قومي خدي شفيقة ولبسيها اياها جوا. لك شو بنا، قومي بامرك يا عمو. قومي معي شفيقة، يلا.
والله إذا طلعت هالتفصيلة ظريفة إلك حلوان مني هلأ. لك تسلمي لي يا سليم، تفضلي. هلا جاي تحكي هالحكي يا أبو هزو؟ بصراحة أنا قلبي مو مرتاح ولا مشروح للجوازة هي. إيه؟ على راحتك. ما حدا راح يوصفك على شيء بنور. بس أنا من حقي أعرف ليش هيك انقلبت معاملتك؟ شلون؟ وبدي أعرف كمان نحن بشغلتنا معك؟ أخي بصراحة أنا بدي أتجوز بنتي لواحد له حسب ونسب ومعروف شو قصده، مو واحد عندك. أنا ابني له حسب ونسب ومعروف شو قصده وفصله غصب عن الكل. أبو صافي بدك ما توهزني بهالكلمة، إيه ما في حدا بالحارة مصدق التفنجة اللي طلعت لنا فيها. تفنجة؟ شو هالحكي اللي عم تحكي لك يا أبو عزة؟ شو هالحكي؟ صافي ابني غصب عن يلي بيقول ايه وغصب عن يلي بيقول لا. ديارة جابها ارجاكم ليها كلها كل ما لا. اخ شلون سيتها مزبوط يا ابو صافي، انا غلطت منك سماح وانا مستعد صلح غلطي. ما في سماح، ما في شيء، بدك تعوضني. تكرم عيونك، راح اعوض لك اللي بدك اياه. بدي اياك تعجل لي بالعرس. تكرم عيونك، راح نعجل بالعرس. يعني لقيت بنستنى لقيتها ابو عامر الأربعين تبعه خلصوا وفوق منهم كمان كم يوم. لقيتها بنستنى لقيتها. على عيني وراسي، من عيني هي قبل هي، راح نعجل بكل شيء. مو بس هيك، كمان بدي تحط لي حد لكلام النسوان اللي عم يطلع من عندكم من البيت. اعتبر هالشي صار وانتهى. لنشوف. السلام عليكم. عليكم السلام، بأمان الله. مع السلامة يا أبو صافي. تقبري قلبي إن شاء الله، ما تبلى وما تخل، قام إلهي يا حق. ما يتشر عنك يا أمو، يخلي لي إياك يا رب. شو أم سليم؟ شلون شفتي لي هالفستان؟ حلو ولا ما حلو؟ لا غير شكل. يسلموا ايديكي، لولاكي ما كنت بعرف شو بدي اعمل. وبيني وبينك يعني ما اجى من قلبي تتجوز بنتي وما تلبس بدله بيضه مثلها مثل كل هالبنات. الحق معك يا ام سليم، بس الله يصلحك انت الثانيه، كنتي انتظري شوي لبين ما تهدى امور الحاره، كنتي عملتي لها عرس مطنطن بلا هالعرس اللي على السكيتي. أربعينية أبو عامر خلصت من أسبوعين وما عاد فينا نستنى أكتر من هيك. إيه خلص، الله ييسر له ويبعث لك كل الخير. آمين بجاه رب العالمين. قربي قلتلي لشو؟ اللهم صلي على النبي من عيني. يا خذ العقل. شلون يا أبو، حلو علي؟ حلو كتير. بتجنني، إن شاء الله بتتهني شفيقة حبيبة قلبي. تسلمي لي يا خالتي. لك الله يبعث نصيبكم كلياتكم ويستر عليكم. آمين بجاه رب العالمين. آمين. امشي. أهلا وسهلا يا أم سليم، شفتي شلون طلعت التفصيلة حلوة؟ تفصيلة حلوة. إذا كان هيك أنا ما عاد بدي إياها لعفاف، شو رأيك؟ خليني ندور على وحدة ثانية. طولي بالك يا أم صافي. الزلمة سحب كلامه ووعدنا يعجل بالعرس. بعد إيش سحب كلامه؟ بعد ما اتهم ابني صافي إنه ما له نسب؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لك الله يلعن كل واحد بيرمي الناس بأفعاله الوسخة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شوف أبو صافي، أنا من بكرة بدي روح دور لابنك على عروس بتاخد العقل غير عفاف، ولا تقلي مالك موافق، شنو كتير بدي إزعله. طولي بالك منحكي لما برجع من الشغل، شنو تارك الدكانة مفتوحة يا أم صافي. أنا ما رح أتراجع عن كلامي، بدي جوزة وحدة غير عفاف، يعني بدي جوزة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. منحكي كله منك يا أم 44. لك مو أنت حكيتي لي هالحكي بعد ما تلسانك؟ الله يبلاكي بقطع لسانك يلي ما بيجيب غير المصايب والمشاكل. طول بالك ابن عمي،
يعني طول بالك. لك على شو بدي طول بالي؟ على شو؟ إذا كان كل حكيك طلع كذب بكذب وما له أساس من الصحة، وصياح هو ابنه لأم صافي، ولك ابنه من لحمه ودمه. أنا بعرف إنه صياح ابنه لأم صافي ومتأكدة من هالشي، بس لك طالما متأكدة من هالشي ومتأكدة إنه ابنها من لحمه ودمه، ليش حكيتي لي هالحكي؟ وليش عبيتي براسي وخلتيني أطول على الزلمة؟ ليش؟ ابن عمي أنا خايفة لما يجي الأولاد، خايفة وقتها إنه يصير لتلتة بالحارة إلا أول ما لأخي، والناس ما بترحم وما بتنسى يا ابن عمي، والله ما بتنسى. عمرهم ما ينسوا، يبلاهم بعم عيونه إن شاء الله. ولك خليتيني يصير قدام الزلمة قد الكمشة، خليتيني أحكي معه كلام ما بينزل لا بميزان ولا بأبان، لك صرت قدامه خجلان، خجلان كثير. حقك علي ابن عمي، حقك علي، الله يخليك. اسمعي، بكرة من الصبح بتروحي لبيت أبو صافي وبتعتذري منهم. يوه، أنا بدي أعتذر من أبو صافي ابن عمي أنا؟ أي نعم أنتِ، بدك تروحي وتعتذري منهم ورجلك فوق رقبتك، فهمتي؟ لأنه نحن الغلطانين مو هنن. ماشي ابن عمي، مثل ما بدك بصير، حروح لعندك. ويا ويلك وسواد ليلك، إذا بتفتحي هالسيرة مرة ثانية قدامي، علي الحلال طربع البيت كله فوق راسك، فهمتي؟ أمرك ابن عمي أمرك، مثل ما بدك بصير ورح أروح لعندك. الله يصبرنا عليك وعلى لسانك الطويل يلي بده قص، بس مو الحق عليكي، الحق علي انا يلي سمعتك وصدقتك. اخ لك انا شلون نسيت قصه الديارة؟ فهموني. لك تضربين انت وجوازتك يا عفاف خانو، بتضربي انت وجوازك على نص تاكوس، سدي بوزك ولا تحكي شيء. ولك اضرب انا وحظي، اضرب انا وحظي. كثير حلو، بس يعني عفواً مين جاب لك هاي المعلومات؟ واحد عميل من حارة القصب. ايه بس أنا ما فيني فوت على الحارة. لا تخاف مصاربك، أنا بنظف الحارة. وهذا الحكي قديش بده وقت؟ أسبوع، يمكن شهر، بس أكيد مو أكتر. تمام، يا عيني عليك. مبسوط مظهر بك؟ أنا مو مبسوط، أنا مبسوط خيرات الله. أنا بخلصك من كل أعدائك. وأنا إلك علي، إذا صار اللي ببالي لساوي كل شي بدك إياه. وهذا هو المطلوب. بدك ابني يستلم لك البوايكية يا شهيرة خانو؟ ايه يا أم عزو، ما رح لاقي أحسن من ابنك عزو يستلم الشغل والحسابات بالبوايكية. بس ابني عم يشتغل مع أبوه بالحلاقة، يعني ما بيعرف شي عن هاي الشغلة؟ بعرف هالشي، أبو محمود رح يعلم الشغل كله. والله ما بعرف شو بدي أقول لك. والله قلت أنا بعرض عليكم، إن وافقتوا بيكون منيح، وإن ما وافقتوا بشوف حدا تاني. بس أنا بعرف إنه ابني كم يوم رح يتعلم الشغل. طيب لشوف شو بصير معي. شو بده يصير يعني يا أم عزو؟ حدا بيصح له يستلم هيك شغل كبير ومنيح وبيقول لا؟ ما قلنا شي، بس بدي أسأل جوزي وابني إذا بيوافقوا. فهميه لابنك إنه رح يتعلم مصلحة أحسن من مصلحة الحلاق. ليش شبه مصلحة الحلاق يا بعدي؟ شبهها؟ ما بها شي أم عزو، بس الناس كلهم لا بيقدروها ولا بيقدروا صاحبها. لا انت هيك عم تبهدلي لجوزي مختار الحارة وعم تبهدليني معه. لا ستي طولي بالك، لا عم بهدلك ولا عم بهدل جوزك، بس هي هي حقيقة مصلحة الحلاق. بتنكري هالشي يا أم عزة ولا لا؟ يعني هو من زمان يعني ما كانوا يحبوا هاي المصلحة، بس هلأ اختلف الزمان. هلأ يمينة من هالسيرة أم عزة، وشوفي لي شلون بدك تخلي ابنك يوافق، شنو ما رح نلاقي أحسن من تربايته. وقال شو؟ صياح فايت طالع على البيت من شان الأرامل يا أم سعيد. يو، ومنين سمعتي هالحكي؟ مزبوط عم يفوت لبيت الحرمات ولا مو مزبوط؟ ايه مزبوط، بس مين قالك انه عم بيفوت من شان الحرمات؟ ايه نص الحارة عم تحكي فيهم. وإذا بدك روحي لبيت الفحام واسألي شو عم تسمع. يبعت لداء السل، هي وحدة لتاتة وخرابة بيوت. لتاتة ولا مو لتاتة؟ صياح ليش عم يفوت لبيت الحريمات؟
والله والله يا خانو ما عم بيشوف إلا الست شهيرة وبس. شنو مطيعة ماسكة العدة لحتى تولد، يعني ما بيصير لا تسمع صوت حدا ولا حدا يسمع صوتها، وهنن معروفين من يوم يومهم أهل شرف. بعرف والله بعرف إنه هنن أهل شرف، بس الناس ما عم تحكي هيك. يخرب بيت هيك ناس يا حق. يا أم سعيد الناس ما قلق إلا الظاهر. بعدين شب مشورة بعزابي شو فوته لبيت الحريمات؟ آه والله بهي معك حق يا خانو، يعني لازم يحاكي الست شهيرة من برا من الزقاق. الله يستر على الأعراض الناس كلها. آمين آمين. ولي على حكي العالم ولي. كمان شو بدك تقولي؟ الست شهيرة غلطانة. ايه والله يا خانو غلطانة، والغلط راكبة من ساسة لراسة. أم سعيد لا تحكي شي للناس، ها ما بدنا القصة تكبر ويصير فيها مشاكل، لأنه حرام الجماعة أهل شرف ما بيعملوا هيك عملات منهم. أعوذ بالله. قال افتح تمي، الله يستر علينا وعلى آخرتنا يا رب. آمين يا رب العالمين. يا موردي بكرة هيك إمتى ما كنتي فاضلة خلينا ننزل على هالمستشفى لتعملي الفحوصات اللي قالك عليهم الحكيم. خلص يا مو، بس شوف ما عندي محاضرات مهمة رح أمرق على المشفى. الله يرضى عليك. أنا بدي إياكي ما تهملي صحتك، لأنه لا سمح الله بكرة ما بتعرفي شو بيطلع لك. لا تاكلي همي يا مو، اطمني. الله يرضى عليك. تقبريني أنا قايمة نام ناس، وأنت كمان لا تقعدي. إيه ماشي، ريحي بدنك روحي. تصبحي على خير. أنت من أهل العالم. شو قصته الدكتور سامح؟ ليكون لا لا أكيد ما في شيء. وهذا كل شيء قالت لي يا شهيرة خانم، وأنا نقلت لك يا بالحرف ابن عمي. مو غلط مو غلط نسلم رزق الإحريمات، هدول طلع قاصر ومساكين وما لهم حدا من بعد الله. شو رأيك يا عزو؟ والله أبي يعني أنا بصراحة من زمان كار الحلاقة حابب أتركه ولاقي شغلة بحبها وهي إجت على إيديها ورجليها. يعني موافق تقبرني تشتغل بالبواكية؟ معلوم أمي معلوم موافق طبعاً بعد إذن أبي. موافقته أنا موافق يا أبني، وبكرة من الصبح بتروح وبتستلم الرزق. حاضر يا أبي. بس عزو دير بالك، رزق الحريمات أمانة برقبتك. إن شاء الله آية الرزق تقبرني. الله يخلينا إياك يا أمي. الله يتمم لك على خير أخي. تسلمي أختي تسلمي. شو قصتك يا مطيع؟ مالك بالعادة تتأخر كل هالقد؟ خير إن شاء الله خير يا رب. دخيلك الله يسوقك يا مطيع الله يسوقك. نجاح شو عم تسوي هون؟ ليش واقفة لحالك؟ تأخر مطيع ولهلأ ما رجع يا مرت عمي. ماله بالعادة يتأخر؟ ايه وما خبرني حتى لوين رايح. إن شاء الله خير يا مو إن شاء الله خير. يا رب يكون خير، لأنه حتى سلفي اليوم ما إجا زارنا. لا تخافي هلأ بيجي ما رح يتأخر. يلا يا عمري هدي هدي. ولك أنت شو بدك مني؟ سكوت ولكن ما أحسن ما فضي مغزن برأسك. فوت معولا. لا تخاف في المرة مني لأني ما لحأزيك. عم تسمع شو عم حكيك ولا لا؟ بتعود على نصتك. عم تفهم؟
هاي الطلبية صارت جاهزة. فلفل وقرنفول. داس ما بدك توصي ها؟ لا توصي حريص عيون، لا توصي حريص. بدنا نعمل له أحلى استقبال. هدي هدي بسرعة بسرعة. يلا وينها؟ هذا الخنجر. هاي الورقة بخرز له ياهن على باب بيته. ماشي. يلا شريك. هيدي بايكو حل. يا ربي دخيلك يا رب. يا ربي دخيلك. يا رب سلم يا رب سلم. يا ربي دخيلك. الله يسوقك يا مطيع. مرت عمي مو لازم حدا يخبر سلفي بالكركون مشان يسأل عليه؟ هلا بيجي من شغله يا مو. هلا بيجي. الله يسوقك يا مطيع. الله يسوقك. يا ربي دخيلك. الله ييسر دربك. يا ربي ما يكون صاير عليه شيء يا رب. يا رب. سلال يرمي الفتن، سلال يرمي الفتن، ما في ضمير يمنعه وبيوم دفع الثمن، وبيوم دفع الثمن، وبيوم دفع الثمن. كيفك ابو جواد؟ يا اهلين بسيدي. شو اخبارك؟ الحمد لله سيدي. الامور تمام؟ الامور مثل ما بدك وازود يا سيدي. صحتك منيحة ابو جواد؟ الحمد لله. بيضلك على حالك ها؟ حاضر سيدي. يلا شرف شرب شاي سيدي. دائما. الله معكم يا سيدي. لك الله يكتر من امثالكم يا سيدي. شو هالرجالات؟ الله يحميه ويخليه ويديمه. يا هيك الرجال يا بلا. بشير افندي خليك بشغلك ابو حكمي. عامل شيء اللي بدك شيء؟ شفت حدا بالحاره؟ حدا مثل مين؟ ابو الرجا، كداس او اي كلب من رجالهم. صدقني ما شفت حدا، بس ليش يعني ليش عم تسال؟ خطفوا مطيع. خطفوا مطيع؟ طيب ليش خطفوا؟ شو بدهم منه؟ ما بعرف. تركوا هاي الورقه على باب الصاله. يعني شو عمل له مطيع؟ شو عمل له لحتى يخطفوه؟ ما بعرف، بس والله اخطف ارواحهم بداله. حسبي الله ونعم الوكيل. شو اللي عم يصير بالحاره؟ شو شغلي؟ شعلها واطلع اطفيها وانزل، شعلها واطلع اطفيها وانزل. يا كريم يا رب.
العناصر بينتشروا بكل الحارات اللي حوالينا، اي حدا ماشي على الطريق بتجيب لي اياه. يا سيدي بتهمت شو بدي جيبه؟ سميح اعمل مثل ما عمل لك، تحرك. حاضر سيدي، تحرك. كمين صياح؟ ايه عم بيصير علينا رصاص بتدخل المطر صياح؟ روح روح ايه؟ حرب بصك روح هيك روح هيك يا ميت اهلين وسهلين عرفت لي هالوش الحلو اني شايفه لك هذا مطيع مطيع انا قداس ربطه لقلك شيك لف اللوم لك شو بك حامد لف اللوم مظبوط يلا هاي لف يلا لف اللوم روح لاني هاتو 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 يلا خود 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 مسيك مسيك ربطه لقلك سبته والله نورتنا نورتنا مشتاقين لك نحن خير الله مشتاقين لك ناطرين لك من زمان تجي لعنا زياره والله نشتقنا لك خيرات الله تعا حميد تعا شو بدنا نوش الحلو اشتقت لي ولا لا والله ما اشتقت لك منوم لا ليش يا نص صحيح والله حامد مشتاق لك خيرات الله لك انتو شو رقم مني شو رقم مني لك حلو عن الضيف شوي خلوه يرتاح حرام خطاي بعدين هيك منعرفه على حالنا ومندلله آخر دلال ضعيكم تاو تاو حاولي على المغارة مشي هاي معية أبو الرجاء اليوم حتنام على هذا السرير وبكرة الصبح منشوفها الله حيه مطيع لك شو جابك لهون لك مطيع؟ الأخرس الأخرس لقطني وحطني بواكية لحتى أجا كتاز الكلب وأخذني لهون شو؟ الأخرس؟ لك إيه؟ والأخرس طلع مو أخرس الواطي لك حلو عن الضيف شوي خلوه يرتاح حرام خطي بعدين هيك منعرفه على حالنا ومندلله آخر دلال ضعيكم تاو تاو حاولي على المغارة مشي هاي معية أبو الرجاء اليوم حتنام على هذا السرير وبكرة الصبح منشوفك الله حيه مطيع لك شو جابك لهون لك مطيع الأخرس الأخرس لقطني وحطني بالبواكية لحتى أجا كداز الكلب وأخذني لهون شو؟ الأخرس؟ لك إيه؟ والأخرس طلع مو أخرس الواطي وشلون قدر عليك؟ شلون بده يقدر علي يعني؟ أخذني غدر
حط الفرد بنص راسي وانا واقف جنب باب بيتي، وسكر لي تمي وسحبني. الله لا يوفقه ولا يوفقون. شك ما جيت؟ لك شو عاملين فيك؟ لك ليش هيك وشك طحمش طحمشي؟ الله لا يوفقون، قعدوا يتسلوا فيني من الصبح لليل. بس بسيطة. هات هات لشوف، احكي لي شو عملوا معك؟ شو بدي احكي لك؟ لك مطيع، ما خلوا طريقة تعذيب الا وما عملوها. بس بسيطة بسيطة. لقد قبضنا على كل السلاح سيدي كوماندا. برافو. ومخربين شو عملتوا فيهم؟ قتلنا احدهم والباقي قد هربوا. موريس، مرة جاية كله مخربين لازم يموت. في المرة القادمة سيدي لن ندأ أحدا يهرب منا. داكور. وماذا سوف نفعل في سلاح سيدي؟ أسلحة؟ بعته لأبو رجع. أبو رجع؟ لماذا سيدي؟ هذا أسلحة مو فرنسي، أسلحة قديم ضعيف، أني ما بنفع. داكور ميسيو، سأرسله في الحال. لا موريس، أرسل أسلحة وقت أنا أقول. وي ميسيو، أبسولوتمون. قول، شو في أخبار جديدة؟ الأخبار كلها جيدة سيدي. كل أعوذ رب الفلق على الخبرية عن حلقة. لك شلون هيك عم بيصير بالحارة؟ ونحن ما بنعرف شيء لحتى تقوم القيامة فيها. الحارة فلتاني من بابا لمحرابة أبو هاشم. هذا تاني شاب ينخطف من عنا من الحارة، ونحن هلا ما تحركنا يا جماعة. لك شو بدهم فيهم؟ شو بدهم فيهم؟ الله لا يوفقهم رجال. آمين. الله يصبر أهليهم. كل حي يا جماعة، الحارة ما عاد ينعاش فيها بعد اللي راحوا اللي كانوا يحموها. خلص الحارة خربت خربت. قصدك المرحوم أبو عامر؟ إيه. شنو المختار أبو عزو؟ لهلا ما عم يعرف يحميها. لأنه الشغلة أكبر منه بكتير. إيش بده يحمل أبو عزو ليحمل آه؟ ما بعرف. ها إجوا الشباب إجوا. اللهم اجعله خير. الحمد لله على السلامة، الحمد لله على السلامة لك يا ابني. الله يسلمك يا شباب. الله يسلمك يا شباب. شبك صياح مالك على بعضك؟ شو في؟ ما في شيء عمي، ما في شيء. شيء. عمي في مجال فوت نحكي عن جوا عند المختار؟ شرفوا. لا حول ولا قوة الا بالله. الله يحمي بالعوائد سليمة. آمين. شو؟ كمش وحمل السلاح؟ مو معقول؟ طيب كيف؟ شلون؟ فهمني صياح. أول ما استلمنا طريقة بالرضا طلعوا علينا الفرنساوي من كل قرنة وبلش علينا زخ رصاص. تقولوا بيعرفوا من وين جايين؟ يا لطيف، هيك صار معكم؟ ايه والله يا عمي أبو سليم، حتى نحنا ما عرفنا شلون نفدنا بحالنا، والعربجي المسكين اللي كان معنا أعطاكم عمره رحمة الله عليه. شو يلي عم يصير؟ شو يلي عم يصير؟ فهموني. أكيد أكيد مكشوفين من قبل ما يروح. لا يا أبو صافي، لا مو مزبوط هالحكي منوب. شلون مو مزبوط مختار؟ شلون مو مزبوط؟ وإلا شو جاب طريق الفرنساوي على طريق أبو رضا؟ شلون؟ عرب لي إياها. بيكونوا بعتين دورية، يا هني بعتينا يا أما كانت موجودة بالصدفة. لا يا أبو سليم، لا أكيد في حدا من الحارة هو مخبر عليهم. صحيح مختار، شو صاير بالحارة؟ يعني قطاع طرق سرقوا أخوك وأنت ما عم يعرف كيف يرجعوا. نعم سيدي، وبدي من جنابكم دعم، يعني أسلحة وعساكر مشان كسف الدوريات وأحمي الحارة من قطاع الطرق ورجع كل اللي خطفوهم. ليش بشير أفندي، أنت مين خبرك أنه أنت مسؤول عن أمن حارة؟ مين قال أنه أنت رح يضل ياخد أوامر وينفذها بحارة؟ يا رئيس كراكون حارة قصر. ما فهمت عليك سيدي. بشير أفندي، خلصت كل فرص أنت أخذتها لحتى تأثبت فيها أنه أنت بيهمك أمر دولة فرنسية عظمى، ونحن كمان خلص ما بيهمنا أمرك، لهيك نحن معد محتاجينك. أفهم من كلامكم أنه حتعاقبوني وترجعوني عسكري عادي؟ لا بشير، لا أنا بحبك ما رح أعاقبك،
انت بس ما بقى رئيس كراكون، يعني عزل من رئيس كراكون. امرك سيدي. انت بيرجع واحد مثل اي واحد صغير بحارة قصب. امرك سيدي. في شي تاني؟ هاي بدلة ما بقى بشوفك فيها. هلا انت بيطلع بيسلم بدلة وسلاح وبيروح، لانه انت مطرود بشير. مفهوم سيدي. لا حول ولا قوة إلا بالله. والله يا جماعة في شيء ما بفوت بالمخ. لسه كل ما غبنا شوي عن الحارة بدنا نرجع نلاقي مصيبة. لا تقول لي إنك كنت بالحارة وعم تحرسها وما خليت يصير فيها شيء. لا يا مختار، والله مو هيك قصدي. لك شو قصدك؟ أنا قصدي يا مختار إنه صار وقت نلاقي محله لأبو الرجا. وشو عم تستنى؟ خذ جميل وروحوا دوروا عليهم ولا ترجعوا إلا وأنتوا عرفانين ومحلاتهم. لا ما حدا يروح. ليش أبو سليم؟ شنو بشير أفندي ناشر كل عناصر الكراكون حوالين الحارة مشان يعرف مطرحهم، ولما بيرجع وما بيطلع معه شيء ساعتها بنبعث الشباب. ماشي الحال، روحوا ارتاحوا لبين ما نعرف شو راح يصير مع بشير أفندي. قوم صبري. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام. ميسرة يا عمي ميسرة. بدنا نعرف الغلط من وين؟ مننا ولا من غيرنا؟ من يوم ما كسرنا مع الفرنساوي لهلا ما بعرف اللي من بحالنا. ولا عرفنا شو نقوي حالنا مثل ما كنا. شنو الامور فلتت من بين ايدينا لحتى صار بحارتنا يلي عم يصير. يا جماعه يا جماعه، في شيء عم يصير بالحاره ولازم نعرفه، لازم نتاكد منه. مو معقول. يلي عم يصير بالحارة ماله مزبوط بنوب. معك حق يا شهيرة خانم، كل يوم مصيبة وكل مصيبة أكبر من الثانية. تقولي ما عاد في رجال بالحارة؟ ما الرجال كانوا برات الحارة يا مطيعة. مو كل الرجال كانوا برات الحارة يا أم سعيد. بعدين الحارس وينه؟ هو لا قاعد للعزة رقبة كمان. الجماعة يلي خطفوا ماجد هن نفسهم يلي خطفوا مطيع ابن أم بشير. يوه، خطفوه وما عاد سمعوا عنه شي؟ ما حدا سمع عنه شي ولا حدا بيعرف وينه. يا لطيف يا لطيف. الله لا يوفق كل ابن حرام بيورط الناس بالمصايب وبيشغل باله. شهيرة خانو، أنا بدي روح لعند سعاد مشان اطمن عليها. قلت بيجي بخبرك، بركي بتروحي معي. ايه بروح، ليش لا؟ ولازم كلياتنا نروح نوقف معها بهالمصيبة. يلا مسعي تكي لإلبس ملايتي. ناطرتك يا خانو. كل ماله الزعل عم يكبر بالحارة. الله لا يوفق كل ابن حرام ما بيخاف الله. آمين يا رب العالمين. مطيعة، شو بدي قلك؟ هلأ لما صياح بيجي لعنكم شو بيساوي؟ شو عم يساوي يعني يا أم سعيد؟ عم يفهمها لشهيرة خانه ومقديش دخلها مصاري وشو صار برزقها. بس هيك؟ أيوة بس هيك يا أم سعيد. وإذا في بتمك حكي قولي لنشوف. لا أيوة ما في شي بنوم، بس عم قول يا حرام بس يموت رجال البيت. الحريم ما بيعرفوا شو بدهم يساووا، بقوموا بيستعينوا برجال تاني لحتى مشيلهم رزقهم. وصياح ما في منه بنوب بنوب، الله يحميه ويخليه لأهله يا رب. أنا فرحان كتير ومبسوط منك خيرات الله أنه حرجع على الحارة. أنت دائما كان يقول ما برجع حارة قصب إلا هي نظيفة وما في حدا بيكره مظهر بك. وأنا شو بدي إلك؟ كتر خيرك كتر خيرك كتر خيرك. هذا كله بسبب وبفضل مدام عزمية خاني. مين؟ مدام عزمية خانو كان على طول يعطينا معلومات وتفاصيل عن مخربين. طب ليش ما قلت لي؟ المهم صار اللي صار، كتر خيرك. تعال عندي.
مظهر بك. أنا كتير مبسوط منك ومن مدام عزنيخة. بصراحة ما بدي إياك تطول هون كتير، يعني بدي إياك تطلع بسرعة مشان نشتغل مع بعض. وأنا جاهز، اللي بدك إياه أنا جاهز له. وأنا بنفس الوقت ما رح خليك تطول بالسجن، رح خليك ترجع على الحارة بأسرع وقت. شكرا، شكرا لك. احترام سيدي. بدي تروح لعند أبو الرجاء، تاخذ السلاح معك وتفهمه شو رح قلك هلأ بالضبط. أمرك سيدي. أخ يا موردة، وين أخوك بشير؟ ليش لهلأ ما أجا؟ يا مو هلأ بيجي، طولي بالك، ما تقولي إلا أجا. يا رب يا رب تفرحني برجعة بشير وأخو مطية سالم يا رب. وردة شو وين نجاح؟ نجاح من لما سمعت إنه أخي مطيع انخطف، فاتت على غرفته وما عاد طلع. الله يفك كربكم ولا يوفق اللي كان السبب بهالأسى اللي جبلكم. يا إلهي يا حق. آمين يا رب العالمين. وينك يا أبو؟ يا أبو وينك؟ وين رحت وتركتني يا أمي؟ يا أبو طولي بالك. وردة لازم تجيبي له حكي. إيه اليوم رح جيب لها حكي. انشي بلا تتأخري عليها. هلأ شوي تعني رح. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. طولت عليك يا عمو، بدك شي؟ لا. سمعان الحكي يلي عم يحكي ابنك؟ الله يهدي ابن عمي، ما له عرفان مصلحته. يا يامو يا حبيبتي، أنا لأني عرفان وين مصلحتي عم قلكم بدي شيل قصة الجواز من رأسي، وبدي إياكم أنتو كمان تشيلوها. لا تقبرني، ما رح نشيلها من رأسنا. ما صدقت على الله إمتى أجتنا هالفرحة، جاي بتحرمنا إياها؟ يا مو والله العظيم أنا أحب ما على قلبي أني فرحك أنتي وأبي، بس هاي القصة بالذات ما رح أعملها. يا أبي أنا قلت كلمة، يعني بدك تكسر كلمتي قدام الرجال؟ أعوذ بالله، كلمتك على عيني وعلى رأسي، بس بدك تسامحني فيها. يا بي أنا إذا تجوزت لهي البنت رح يجيني وجع راس من أبوها وأمها. يعني أنت شو بدك؟ اللي قلت لك يا. وأنا مالي موافق، مالي موافق بنوب. ابن عمي اتركه هلأ، هو معصب، شي كم يوم نحكي معه على رواق. على عيني، راح بتركه، راح بتركه وبتركك، اشوف اخرته معكم. هون ابن عمي، الله معك. لا حول ولا قوة إلا بالله. السلام ورحمة الله وبركاته. أنا عزو ست شهيرة. السلام عليكم. وعليكم السلام. فوت يا ابني، فوت. يلا يلا مشان الله بسرعة شوي يا دكتور. يلا يلا، بس عم أخذ شوية أدوية يمكن أحتاجها مشان الباقي. طيب عجل شوي. تفضل تفضل. لا تواخذيني شهيرة خانم، كان لازم اجي لعندكم من بكير، بس الله وكيلك اللي صار بالحارة شلشني ولهاني. اللي صار ببيت غازي افندي وجعنا كلياتنا، الله يفرج عليهم ويصبر قلبه. امين يا رب. الوالدة حكت لي انه بدك ياني استلمي البوايكية تبع عمي ابو عامر الله يرحمه. مظبوط هالحكي، ولأنه بعرف شو تربية مزو أبو عزو، طلبت منهم يوافقوا إنك تستلم البوايكية، وما رح لاقي حدا أأمن منك على رزقنا ورزق المرحومة إختك. الله يخلينا ياكي شهيرة خانم، والله يقدرني كون أنت حسن ظنك وحافظ لك على مالك ورزقك ووصل لك الغلة مو ناقصة متليك واحد. طع
طالما موافق على الشغل فيك من بكرة تروح وتستلم البوعكية وتشتغل فيها. إن شاء الله إن شاء الله يا خانو، وأنا كل خميس بمرق لعندك بعطيكي دفتر الحسابات والغلة. يعطيك العافية. الله يعافيك. السلام عليكم. وعليكم السلام. شهيرة خانو، طمنيني شهيرة خانو، وافق يشتغل عنا بالبوايكية؟ ايه وافق. الله يقدم اللي فيه الخير. ايه الحمد لله. يلا اللي بتعرفه احسن من اللي بتتعرف عليه. مزبوط. اهلين برجال. مالي عدي. والله شايفك انا وكبريك عدي. ايه والله. لا تقول يا الله وكيلك. يا سواد وشي والله. هلا بزبطه. ايه معيتا. يا في خبرية ما بتصير يعني. بشير افندي. بشير افندي. شوفوا مع بيروي. شوفوا يا سيادة. بشير افندي. شو صاير معك؟ احكي. طمنا. طمنا شو صاير معك بشير افندي؟ طمنا. ما عاد فيها لا بشير افندي ولا رئيس كراكون. عزلوني جردوني مرتبتي العسكريه. ليش عزلوك بشير افندي؟ لاني ما رضيت سلمهم شباب حارتي. لك بريق عليك، بريق عليك، انت بتضل منا وفينا لانه بعدنك اصيل وخير ما عملت، لانه اللي عملته بيرفع الراس. الله خلي لي اياك. اسمه هون المشكله. المشكله مطيع. انا ما عاد عندي سلطه لحتى ادور عليه لحتى ارجعه. شو اعمل؟ نحن وين رحنا يا بشير أفندي؟ أنت موجودين وما بتقصروا، بس أنا خسرت كل شيء، ما عاد عندي شيء، والله ماني عارفان شو بدي أعمل. بشير أفندي، رجال حارتك اللي ما غدرت فيهم ولا بعتهم ما راح يتركوك لحالك بمحنتك هي. جرحك جرحنا وفرحك فرحنا، كلياتنا رح نوقف معك وحياة عينك. مت ما قلك أبو عزو، نحن رح نوقف معك ورح نرجع كل المخطوفين أولاً أخوه بإذن الله. إيه، وبعدها لازم نندار للفرنساوي اللي قاعد على قلبنا. نحن من زمان بدنا إياك تترك الشغل بالكراكون مع الفرنساوي، لأنه معدنك ذهب أصلي. لا تخاف، لا تخاف يا بشير يا ابني، لا تخاف. نحن كلياتنا معك، من صغيرنا لكبيرنا، ما رح نتركك بعون الله. الله خلي لي اياكم. سامحونا على كل شيء عملنا معكم. والله ما بعرف شو قصة حجوازي، ليش عم تتعسر كل هالقد؟ لك يا بنت الحلال، ما بيصير شيء غير لحتى الله يريد. بعدين ويني؟ خليه ياخد على السكتي. ها راس ما بدي، عم تفهمي؟ فهمت انت عمي، فهمت. وبعدت لي حمى انا. خلصنا بقى ام سليم، خلصنا ولا دبلت قلبي، خلصنا بقى. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة الا بالله. اضرب عليكي وعلى حظك، اضرب علي وعليكي وعلى حظي. ما ظل مصيبة لو صارت قبل عرسي لهالدرجة. وشي نحس؟ لا يا أمي، كله مقدر ومكتوب. نحن ما دخلنا باللي عم بيصير، بس ثاقبت يعني هيك كل المصايب انقفتت علينا قبل عرسي. بالصدفة يا أمي، والله بالصدفة. روي اختي روي، اليوم عرسك وبإذن الله كل الأمور ماشية على خير. يلا بقى تقبريني، مسحي دموعك وروقي واضحكي. العروس ما بصير تبكي يوم عرسها، فعلني منيح. يلا قومي اضحكي وافرحي، قومي تقبري قلبك. قومي حبيبتي، قومي خليني اغسل لك وشك وروقك. قومي، الله يجعل حظك احسن من حظي. قومي. يا رب تفرج علينا يا رب. Thank you.
تركت الشغل يا ما. انت مالك بعازل هالشغل يا مو؟ الحمد لله، الحمد لله على كل شيء. الحمد لله. أبوك لو ما طوعك من زمان وما خلاك تشتغل بالسرايا والكراكور، أنا ما ببل أبداً إنك تشتغل بهيك شغلة يا مو، لأنه الفرنساوي بده يحطك تحت إيده عبد ضد أهل بلدك وحارتك. هيك بده يا مو، هيك بده يا مو. اللي بده يشتغل هيك شغلات لازم يكون مثله، لازم يكون ظالم ما عنده قلب وبيأذي. أبوك لما كان حقاني ما يظلم حدا، مشان هيك قتلوا يا مو. أنا والله بخاف عليك، بخاف تنعزى يا أمي دخيلك ببوس إيدك. أمي إن شاء الله حاسبكي، خلاص هي تركت الكراكون ورجعت لحارتي وأصلي، إن شاء الله حاسبكي. يا أمي ببوس إيدك، دير بالك على حالك. والله يا أمي ما عندي تلاقياني، بكفيني موتة أبوك وبكفيني مصيبة إنه أخوك ماسكينه لألا وما بعرف إذا بده يرجع ولا لا. ببوس إيدك يا أمي. يا أمي مشان الله روقي، أنا بدي إياكي توقفي معي تساعديني لحتى نعرف كيف نرجع مطيع. روقي أخوك راجع بإذن الله، ودكانته بدها تضل مفتوحة، وأنت يا أمي بدك تشتغل فيها. مثل ما بدك. الله يقدم لي في الخير يا أمي. بدي إياكم تعرفوا مطرحهم وتنكشوهم من تحت الأرض، حتى لو نمتوا بالبرية ما بترجعوا إلا ومعكم خبرهم، مفهوم؟ لعيونك مختار، أدى بإذن الله. هالشغلة هي بدي أهم منكم يا رجال. لا تأكل هم مختار، بإذن الله ما رح نرجع الحارة إلا وخبرهم معنا. الحارة بدها ترجع مثل ما كانت، الأمان بده يرجع لها، عم تفهموا؟ أمرك بإذن الله. تيسر والله معكم يا رب. سلام عليكم. الله يحميكم. شمتانة فيهن يا عمو؟ ايه شمتانة فيهن خيرات الله. والله ما عم بفهم شو سبب هالحقد. انا مبسوطة كتير انه قطاعين الطرق خطفوا ابنها، بس لحتى تحس فيي. ايه بس يا عمو وضع ابنك بيختلف عن وضع ابنها. مطيع انخطف بدون ذنب، اما اخي مظهر. راسي يوسف يا حليك. رح اخرس يا عمو، رح اخرس ورح اقوم على غرفتي كمان. بس قبل ما اقوم بدي اقول لك انه لا التربايه ولا الاخلاق بتسمح انه نشمت فيهم، لانه هن واقعين بمصيبه غير رب العالمين ما بيطالعن منها. ايه قومي انقلعي على اوضتك، نحن دخلناكي على المدارس مشان تدرسي وتتعلمي، ومشان تاخدي شهاده وتجي تطبقي علينا. والله ما عم بعرف كيف بدي اتفاهم معكم بهالبيت. لا والله هنوقف معنا. طمني دكتور. خير ان شاء الله. الحقيقه الصدمه كانت قويه عليها، ولازم تخففوا عليها قد ما بتقدروا. يعني كيف نخفف عنها؟ يعني مثلا لازم تطمنوها على مطيع، ولو اضطريتوا تكذبوا عليها شوي. طيب طيب. وهذا الدواء لازم تجيبوه باسرع وقت مشان تاخذوا فورا وترتاح ان شاء الله. ماشي ماشي دكتور. تشرف. سلام عليكم. مشكور دكتور. احنا التنتين محقوقين يا ام صافي.
ما كان لازم يصير اللي صار، وأنا إذا بدك بعترف إنه أنا غلطانة بحقك وبحق ابني، بس شو بدنا نساوي؟ يلعن الشيطان وساعته. على كل حال أنا جاي مشان إلك، مشان الله ما تواخذيني وسامحيني. مو مشكلة أم عزة، مو مشكلة، ولو إنه الكلام اللي سمعتيني إياه يعني شوي كان قاسي، بس اللي بده يصالح ما بيعاتب، وأنا بدي صالح ومشي الأمور، وإن شاء الله رب العالمين ما بقى يجيب زعل بيناتنا. يا حبيبة قلبي، من يوم يومك فهيمة وقلبك طيب، وما في مثلك بالحارة كلها. تسلمي لي يا أم عزة، تسلمي لي. بإذن الله رح نبلش بالجهاز تبع عفاف من بكرة. إيه، الله يقدم له الفيل خير يا رب. آمين يا رب العالمين. أم صافي، ما بدك تقولي له لجوزك مشان يدفع حق ملبوس البدن؟ إيه، مو تكرم عينكم، من بكرة إن شاء الله ما بتلاقوا إلا المصاري صارت عندكم. تسلمي لقلبي. الله يخليك يا رب. تعال رايح هون شوي. تعال كأنه أول مرة بنجي على القرنة. ايه أول مرة. الله يجمعنا فيهم. شكلنا اليوم ما راح نلاقيهم. ها لا تحكي هيك صياح، أنا معك على الموت. الليلة بدنا ننام هون على الأرض ومن الصبح ندور عليهم. لك ايه، ها هذا جميل اللي أنا بحبه. لعيونك هو هيك، اليوم بننام هون وبكرة الصبح ندور. بكره نبلش من هذا الطريق. قول الله. اي والله يا فهمي، يا بشير افندي ما عاد له علاقه بالكركون. يو ايه، ومين جابه بداله؟ لهلا ما عرفنا، بس ان شاء الله ما يبعثوا لنا شي واحد ابن حرام. لك الله يصطفل فيهم، الله يصطفل بكل واحد ظالم، يخرب بيتهم شو عم يعملوا فينا. لا تخافي فهمية، ايش كان بعثوا لنا واحد ظالم، نعرف كيف نتصرف معه ونلاقي له دوباره. الله يقويكم. فوتي فهمية هلا على البيت، بكره بشوفك وانتي رايحة على المعهد. الله يخلي لي اياكي. ليك صبري، عرفوا وين قاعدين قطاعين الطرق؟ لا لسه بعد، بس متى ما عرفنا اكيد يخبرك. انا دير بالك على حالك تقبرني. وانتي تصبحي على خير. مو يقتلوه، يقلعوه من شغله مثل ما تقلع بشير. ايه بس تقليعته مو بإيده. بإيد مين لكان؟ شو بإيد مين؟ بإيد الفرنساوي. ايه صحيح، بإيد الفرنساوي. الله لا يبعث رئيس كراكون ظالم مثل بشير أفندي. يا مو بشير أفندي ما كان ظالم لهالدرجة. لا ظالم وستين ظالم كمان. الله يعطيني على قد ما بتكرهي اهل هالعيله منيح. بكرهها كره الموت. يلا روحي حضري العشاء. روحي. رايحه احضر العشاء لانه مو حلوه تكرهيني الي كمان، ما صفي غيري. الله يسامحني اللي وصلونا لهالمواصيل. اوه يبعث له حمى حظي وحظك. اوه يلي تجوزوا اجوا قبلك. أوه الله ييسر أمرنا وأمرك. أوه يا ناس لا تسألوني ليش. ليش. يلا يلا هذا عم يفضل. الله يرحمه. الله إن شاء الله ألف مبروك يا عبود. إن شاء الله يبارك بعمرك ويخليك فوق راسه الجهنم. الله يرضى عليك. الله يرضى عليك. إن شاء الله ألف مبروك تقبريني. الله يهنيكي مع جوزك. خلي لي اياك يا عم. مبروك حبيبتي، ان شاء الله جواز الدهر يا رب. تسلمي لي حبيبتي. ان شاء الله. الهي يا اختي، ربي بيجعل حظك احلى من حظي يا رب. لا تزعلي تقبريني، يمكن بهالجازه يكون سعدك وهناكي. خذوا طريقة حليم، العريس بده يفوت لعند عروسه. ايه ابن عمي جايين جايين. ما
الله ييسر امركم مش على زواج الدهر يا حق. الله يسلمك ويخليك فوق راسنا يا عمي. ام سليم انا تاخرت كثير صار لازم اروح. ان شاء الله الف مبروك. يلا بخاطركم. الله يبارك. مع السلامه. صلاة محمد ماني مصدق عيوني يا شفيعة. قديش استنيت هاي اللحظة. ألف الحمد لله اللي الله كرمني فيكي. ألف الحمد لله. وكرمني فيكي يا عبود. الله يقدرني لأسعدك يا شفيعة. وما زعلك مني منوب. ونضل مع بعض كل العمر. ويقدرني أسعدك. شو تقبريني؟ خلصتي دروسك؟ ايه صحيح لكت بس خلصت. شو هذا الدفتر ياما؟ لا 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 ما في شيء بس شو بس شو؟ يامو الانسان لما بده يعمل خير ما لازم يخلي ايده الشمال تعرف ايده اليمين شو عم تعمل. مزبوط ولا مو مزبوط؟ مزبوط يامو مزبوط. بس شو دخل هالشي بالدفتر يلي بايدك؟ لانه انا عم سجل هون بالدفتر أسماء العيال المحتاجة، بدنا نوزع عليهم مصاري. الله يسامحك يا يامو، إيه وهالقصة بدها كل هالتخباية؟ بدي وزع مصاري على العيال المحتاجة بس بدون ما يعرف حدا. أنتِ بتعرفي حدا محتاج لحتى سجل اسمه هون؟ لا والله لا ماني متذكرة ولا اسم. بس هالفكرة كتير حلوة، الله يجزيك الخير، وأنا أول ما أتذكر فوراً رح خبرك. يلا أنا رح أشرب مي وفوت نام. تصبحي على خير. انت من اهله حبيبتي. لك شو حايص لك جميل ما تعود؟ مشغول بالي على الحاره لانه اللي عم يصير بيقول انه ما ضل امان منه. والله يا جملو في واحد منا وفينا عم يوصل كل اخبارنا للفرنساوي، واذا ما لقطنا اليوم قبل بكره رح نموت واحد ورا الثاني. كلامك مزبوط بس مين هو هذا؟ انا هلا ما بعرفه بس وحياه عيونك لا اعرفه لك جميل. اخ اخ اذا الله بيجمعني فيه. اخ شيء ثاني؟ لا، عندك شيء؟ والله معك.
حلال يرمي الفتن ما في ضمير يمنعه وبيوم دفع الثمن وبيوم دفع الثمن هيك لك الله يهني كل الناس يا ابو حكمي. امين امين يا ابو جواد، اللهم امين. الليله عرس عبود ها على بنت ابو سليم. ايه الله يتمم بخير، الله يهنيهم ببعض يا رب. بس ما حدا مبسوط، والله ما حدا مبسوط يا ابو حكمي، ما حدا مبسوط. سلام على راسي والله. على حيلك انت وياه، واقف لشوف قديش شو بدك. سد حالك سيد لشوف. سيد ظهركم لبعض. قديش ظهرك هون. سيك هارون سيك. لا تشوف عيب عليكم، انا بنت سن ابوكم. ما تعطيني اياها. سيك كلاس. خلاص يلا سد حلقك. يا عمي حرام عليكم. نفس إذا بسمع حس واحد فيكن قابره هون. راسي من هم. قداس اطلع. يلا شباب تعوا. راجع لك يا حلال الحارة. وراي شوفي يا أبي، شوفي شو بتحركوا، ما حدا يضل بأرض الديار. شنا شوفي يا أبي، هجمين علينا الحارة. مين اللي هاجم؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
بالله سلامتكم يا رجال. أول مرة منروح مشان شي ومنرجع من دونه. منظبطها الخطرة الجاية أبو الرجال، منظبطها. عن قريب كتير معلم، عن قريب. بالألم نشرح، مو من عوايد أبو الرجال ورجاله يهربوا. لازم الخطرة الجاية ندوزنا وما نفوت على الحارة شلون ما كان. وهذا اللي راح يصير وحياة عيونك يا كداس. اخص رجعين أريق ما؟ أنا اللي مقروق يا حامد، كل روحتي لحتى أقتل صياح. طيب هي اللي بزروا وقتلنا غمشي حالي. ما بيكفي، ما بيكفي ولا بيشفي غليلي لحتى طالع روحه لهالواطي. طيب هلا يعني إذا لفيت لك سيجارة ما هيك بيشفي غليلك شوي؟ ما بيعبي الطاسة لحتى أشرب من دمه. العم وين راح؟ وينه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. جملوه هلا منلف من ورا هذا الجبل منشوف بركي منلاقيهم هنيك. شر خلينا نرتاح شوي بعدين نطلع. ماشي نرتاح. كويس، يعني فاتوا على حارة قتلوا ناس وطلعوا سالمي؟ ايه سيدي، فاتوا على الحارة وطلعوا وما فيهم شي بالمرة. كويس سيدي. في هاي ورقة كمان من عزمية خانم، بعتت لك اياها. تفضل. من عزمية؟ بشير أفندي برا كاركون، بدهم واحد على كيفهم وإلا بيقتلوه. أنا هيك سمعت سيدي. غافوا، يعني هيك بدهم يعملوا أهل حارة. إيه هيك بدهم يعملوا سيدي. دكوخ سيدي، بدي أطلب منك طلب. شو بدك؟ سيدي يعني بدي زور أهلي. لا، زيارات ممنوع، ممنوع. طيب ليش سيدي؟ لأنه أنت هلأ بشغل مهمة، أنا بخاف أنت تنكشف بعدين بتموت. بس يا سيدي يعني أنا لأمتى بيضل هيك عم بشتغل؟ اسمعني منيح، افهم، أنت هلأ محبوسة عندي، يعني بعدين أنا بعطيك فرصة حتى أنت تصير حر تطلع برات بلد. مو بس هيك، أنا رح أعطيك ذهب كتير، يعني أنت بيعيش مرتاح وما بصير بده يشتغل. بس يا سيدي أنا أقول زيارات ممنوع، يعني ممنوع. أمرك سيدي. هلأ روح على حارة وراقب ناس. يلا روح. أمرك سيدي. مع السلامة. سلام. موريس تعال عندي. احترامي سيدي.
اتصل فورا بفرزة افندي خليه يجي لعندي وبعده مظهر بك. حاضر سيدي. يلا احترام. هيك لكن يا حارت قصب. احترامي سيدي الكوماندان. أهلين فرزت. أوت. شكرا سيدي. شوف فرزت، أنا بعتت وراك لأني بدي أرفعك لفوق، يعني بدي أعطيك سلطة بدولة فرنسية عظمى. أنا تحت أمرك سيدي. فرزت، انت من اليوم بيعتبر حاله رئيس كاراكون حارة قصب. هذا شرف كبير إلي سيدي. بس أول أنا لازم ينبهك انت عن كذا موضوع انت بجوز ما يعرفون، لا عن حارة قصب ولا عن أهل حارة قصب. تفضل سيدي، عم اسمعك منيح. شوف فرزت، فهم، افتح راسك. هدول أهل حارة قصب مخربين، بيجيبوا ذهب، بيشتروا أسلحة وبيخبيه ببيوتهم وبيحاربونا نحن فيه، يعني لازم تأديبهم. فعلا هدول مخربين، ومشان هيك لازم تأديبهم، لازم كله يكون مرعوب منك فرزت. بس انت يمشي على الارض كله يخاف وقلبه يدق. رح نفذ اوامرك سيدي، واعمل اهل الحاره عبره لكل الناس. حبيتها هي عبره لكل الناس. انا بثق فيك كثير فرزت، اكثر من بشير. رح كون عند حسن ظنك يا سيدي، بوعدك. برافو برافو فرزت. أتوب إليك يا رب البرايا. فمن إلاك يقبل لي رجايا. فيا مولاي أكرمني بعفو، فقلبي كم تعلق في مدايا. الصياح وين كان؟ الصياح كان برات حارة. وين يعني؟ كان عم بيدور على مطرح ابو الرجا. ايوه هيك هيك. لا تقلق مظهر بيك، سياح لازم يموت. انا تخايف تتاخر رجعتي على الحاره. لا لا، ايام ايام منرتاح من سياح ومن مختار حاره كمان. ايه لنشوف. لا تقلق مظهر بيك، أنا بوعدك إنه تفوت على حارة بشكل كتير طبيعي، لأنه عم فكر إنه ما حدا يشك فيك. أنا بتمنى. مظهر بيك، أنت ما بتثق فيني مظهر بيك؟ لا أكيد طبعاً، شو هالحكي. بس يعني أنا خايف من رجعتي على الحارة لحدا يقاسيني، أنت بتعرف أنا عدويني كتار. وأنا بوعد أنت إني رح ساعدك
وابعت مين يساعدك وانت جوات بيتك. مين هو؟ في واحد اخرس يتواصل مع مدام عزمية خانم، رح خليه يتواصل معك انت ويساعدك. اخرس؟ اخرس احسن، ما بحكي. وشلون يتفاهم معه هذا؟ ان شاء الله سم الكراتي. عيبك عيبك. تاكل تاكل بعد هيك بطيع. تسلموا معلم، ابو رجا كثير حب الصاير جديد. تعيشوا. صياح، لك هذا اللي مربوط على الشجره مو مطيع؟ بلا مطيع. لك اللي جنبه ماجد؟ عم ايه والله. لك ليك شو عاملين فيهم ولاد الحرام؟ لك هذا ابن الحرام اللي حواليهم حامد. حامد الواطي، شفت؟ نحن كنا عم ندور بعيد من هون، طلعوا قراب علينا ولاد الحرام. لازم نرجع على الحارة ونخبر المختار والكبارية، لكن نرجع لهون منفك أسره للشباب. هو هيك شريف. يلا حامد، ما بدك تفكنا بقى؟ شو ما سمعتك؟ عم بقول لك مالك ناوي تفكنا بقى؟ بلا بلا، رح فكك إذا ضليت آدمي هيك وعم بتبوس التوبة. رح فكك وبحكي كلمتين مع أبو الرجا، بجيبك لعنا على السهرة. شنو ناقصنا حريم بالسهرة، كتير كتير ناقصنا حريم. واو لبسه الكسرية. طول عمرك واطي. وينك هارون؟ مور مني اجت القصة على رجليها لعند منك. أهل حارة القصاب ما بيعرفوك، ففيك تفوت فوتك وتعرف لي شو عم يصير بالحارة. تحت أمرك معلم، تحت أمرك. بس يعني شلون بدي فوت؟ يعني شو مصلحتي معهم لحتى يصدقوني وما يشكوا فيني؟ شو بنا هارون؟ لك لا إلك هيك شغلة دوارة تفوت فيها ببيل الحارات. مشي معلم، بس مثل شو؟ لك شو اللي مثل شو؟ عيون بياع مقشات، بياع لبن. يا سيدي بياعتين يا بيس. بري عليك أبضاي، الله حيو كداس، جبتها. بياع مقشات، منه فوت بين البيوت ومنه بشوف الأخرس ومنه بشوف كل شيء عم بيصير بالحارة. وأنا بدلك على البيوت، الحارة بيت بيت. مشي معلم مشي. معناتها بكرة الصبح بتنزل على السوق وبتتبضع بهالمقشات مشان تفوت على الحارة. بأمرك أبو الرجاء. دير بالك، اوعك تقارش حدا من اهل حارتي. شنو هدول اهل حارتي وانا اكثر واحد بيعرفهم، ما بيأمنوا للغريب لحتى يحكوه ويجربوه. ولا يهمك كداس، ولا يهمك. اهلين عيون. بس وينك هارون؟ هذا الاخرس لا تاخذه تعطي معه، لانه اخرس. ايه اخرس. صحتك هارون. اي والله بصحتكم. صحتك معلين. سيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال حتى إذا فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طيبتم
طبتم فادخلوها خالدين. الله. قالوا الحمد لله. قالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. لك شو قصرك جميل؟ والله ما بعرف. لك وين الناس؟ الله أعلم، والله غريبة. روح خلينا نروح على البيت لنشوف شو القصة. روح. سلال يرمي الفتن ما في حدا بيمنعه وبيوم دفع الثمن يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا القرآن خير إن شاء الله. الله صياح الأمر لك يا ابني. الوالد أعطاك عمره. وحد الله يا صياح، وحد الله. هيك الله رايد. لا إله إلا الله. الله يرحمك يا عمي أبو صافي. رحمة الله عليه. يفضح عينك يا حامد. شو هالمزرعه
لا تلي عجبتك ما عجبتك شو عرفك؟ اي والله كثير عجبتني. اي والله من خلصت لعجبتك منها. لا 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 بدي تعرفني على الزلمه اللي اشتريت من عنده. ايش معلم شو بدك منه؟ شو ايش بدي منه يعني؟ بتحرم يعني اذا تعرفت عليه؟ بدي هيك من راسي لراسه وحاكم بدي اشتري من عنده دفعه كبيره. انا براسي بجيب لك قد ما بدك دفعه كبيره بتحرق تحت رجليك ملين. بدي اياه يجي لعند مني لهون. ايه بأمرك معلم بس بخاف ما هو ما يرضى يجي. وليش لحتى ما يجي؟ ليش يعني؟ هي مثل ما بيقولوا انه وراك وراك والزمن طويل، واذا ما كنت وراك وراك الزمن ما حيكون طويل، الطريق طويل يعني ممكن الكيف كله يروح يلقط معه ويروح فيها تأبيده. مظبوط. لا تخاف لا تخاف، انا ضمنانه. ها وشلون ضامنه هاي؟ بس يجي لعند مني لهون بدي اتفق من راسي لراسه ينقي لي هيك الكيفات على أقل من مهله، ويمكن خلي واحد منكم يساعده. الله يشير. لا يا معلم طول بالك، هاي قصة إذا التقطنا فيها منروح تأبيده. خايف لك كداس. معلوم بدي خاف معلم، شنو هيك وقعة مالها قليلة بنو. إيه لا تخاف لا تخاف، أنا حاميك من كل الناس وأولهم الفرنساوي. مدام هيك خلاص مثل ما بدك بصير. لك معلوم كداس، معلوم لازم ما تخاف من الفرنساوي، لأنه إيده للمعلم أبو الرجاء واصلة إلى بيتمو للفرنساوي. اطر له عينه. اطلع عينك بوبو بوبو. عم لا يفتح الباب ما لحق أو صوت. كانوا قصديني أنا يا عمو، كانوا بدهم يقتلوني أنا، بس وحياة عينك ولا تقولي رخصت، ما حدا قتالهم غيري. وأنا معك على الموت، أنا رايح لعند المختار قل له شو شفنا عند الكلاب. حامد شو أخذوا لعندهم؟ شلون طلع من السجن؟ شلون؟ والله ما بعرف يا مختار، ما بعرف. لك ما بيصير يطلع من السجن، ما بيصير يا جماعة. وما عرفتوا قديش عددهم؟ وشو معهم سلاح؟ والله يا عمي أبو سليم كتار وسلاحهم كتير. يا لطيف يا لطيف. وشبابنا شو صاير فيهم؟ هلا نحن ما حسنا نقرب كتير لعندهم، بس لقينا ماجد مربط على الشجرة وشو جميل؟ معزبينه كتير والله. الله يبيديهم من كسرة. ومطيع صاير له شيء؟ مطيع شفناه مربط قدام ماجد، بس كأنه لسه مو مادين ايدهم عليه. معناتها صار لازم نجهز قوة كبيرة ونهجم عليهم ونخلص الشباب. مزبوط، بس هن كتير قوايا، قوايا ومدعومين من الفرنساوي. شو يعني؟ حتى عددهم كتير كبير، والسلاح اللي عندهم غير السلاح اللي بنعرفه. جميل، شو بفهم من كلامك؟ شو بدك، نحن حاضرين مختار، بس قصدي نحن ورجال أبو رضا ما لنا قدهم. يعني بدنا نضل ساكتين وما نتحرك بعد ما عرفنا قرنة ماجد ومطيع؟ معقول هالحكي يا رجال؟ معقول؟ إذا بتسمع مني يا مختار خلينا نفوضه ونلاقي شي حل بينه وبينهم، لأنه مو خرجنا نفوت معهم بمعركة نتيجة خاسرة. نتفاوض معهم؟
فشلوا، ما بتفاوض معهم لو ما بيضل بالحارة ولا رجال. ماشي، وسلاح منين بدك تجيب سلاح بعد ما اخذوا الفرنساوي؟ اخ اخ، كمشة السلاح كسر الظهر. اخ شو هالعيشة يا ابو جواد، شو هالعيشة؟ 10 اولاد وامهم واختي الارملة اولادها الخمسة بعيون الشيطان، وبالنهار عبي مي وجر ابو التعب وبيع هاد وخذ من هاد وعلى صد ورد، وبالليل طالع هالفانوس ونزل هالفانوس، وهي اب وشعلة وهي طفيها ونزل على اب وشعلة. وعليكم السلام. تعال 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 مرنو، تعال تعال شو تعال. لك عمي شو طالعك بأنصاف الليالي من القهوة؟ ها شو طالعك؟ داي أخلاقي يا عمي، وقلت لحالي بتمشى شوي بالحارة. داي أخلاق؟ أنت لا وراك ولا قدامك، شو القصة؟ خايف على حالي. خايف؟ ومن شو خايف؟ ما عم جواد قال خايف. خايف وبس. عمي تيسر على بيتكم، أصلا أنت ما حدا شايفك. قولتك أنا ما حدا عامل لي قيمة بهيك. ولا حدا قابضك كمان. لا حول ولا قوة، وأنت من أهل الخير، لا حول ولا قوة إلا بالله. طول بالك عليك، شو القصة؟ شو شايفك اتضايقت عليه؟ لا أخي ما اتضايقت، بس ما بدنا نعرف شو قصته لحتى نساعده. لك أصلا أنا مو طايقه ولا طايق شوف خلقته. لك شو القصة؟ قل لي شو القصة؟ لما فاتوا كداس وأبو رجع الحارة، إيه؟ هو ضل بالقهوة وما تزحزح من القهوة، هو بيعرف شو صاير بالحارة. لك يا رجل كأنه الحارة مو حارته. لك يا أخي بركي ما حاسس عليهم. لا كان حاسس عليهم، بس هو ما بده يطلع لأنه جبان. حسبي الله ونعم الوكيل على هالقصة. إيمنا من هالسيرة هلا. على هالحارة وعلى هالمشاكل اللي عم تصير فيها نهايته. يا تفاحة ولا بردقانة يا ابن عمي؟ شبك ابو عزو كأنك مالك على بعضه. أم عزو يرضى عليكي، بكرة بتروحي عند الخياطة وتوقفي تفصيل فساتين عفاف، لأنه عرس صياح تأجل لإمتى الله أعلم. ولي على قامتي؟ يبعد لي حمى على حظك المقاطل يا بنتي. هيك الله راد ونعم بالله. عين عين طرقتنا تبلاها بالعمى يا حق. دامي يا مو صحتين وانا تقبرني. وين يا مهوي؟ عند المختار لنشوف شو طلع معهم صياح جميل. يا رب يكونوا عرفوا مطرحا بهالانجاز. يا رب. الله يرضى عليك يا ربي وعلى اخواتك. يا ربي هدهم يا رب. امين. صباح الخير. صباح الخير يا مو. ليش مانك لابسه اواعيك تبع المعهد؟ ما بدي روح اليوم على المعهد يا مو، بدي ضل جنبك. لا يا مو الله يرضى عليك، اسمعي الكلام وروحي على معهدك. شلون بدي روح على المعهد واتركك وانت بهالحالة يا مو؟ يا مو انا ما فيني شي، صرت منيحة. بعدين هي مرت اخوك عندي، خلص بتأمن لي كل شي. قد ما اهتمت فيكي يا مو ما رح تهتم فيكي مثلي. صح؟ صح. والله انت ما في منك ولا في من حنيتك يا توبر يلي. بس خلص روحي على معهدك ونجحي. أكيد صرت منيحة يا مو. أي يا مو أنا أكيد صرت منيحة. يلا الله يرضى عليك، البسي وتيسري على معهدك. هي آخر سنة إليك، ما بدنا حدا يشمت فينا. خلص يا مو كرمالك رح روح، بس ما رح أتأخر بالرجعة على البيت. مو عليك. الله يرضى عليك دنيا آخرة يا حق. الله يخلينا إياكي وما يحرمنا منك يا مو. نعرف وين مكانه والرجا ورجاله. طب وبعدين؟ يعني هلا بعد ما عرفتوا مكانه شو بكون تعملوا؟ ما بعرف، لسه الكواريه ما اخذوا قراره.
بس اكيد لازم نساوي شيء وكبير كمان. تعرف شو بتصير عقلي لما هيك شوفك عم تحكي بحماس وعيونك عم يبرد؟ فهميه احنا لازم نرجعه لماجد ومطير، لازم يرجعوا الحاره. والله بعرف تقبر، الله يخلص هالقصه على خير. اهم شيء دير بالك على حالك. ايه والله شيء بيحط لعب بالكف. لك انا بس بدي افهم شلون هرب هالواطي حامد وراح لعنده؟ هذا هربان من الحبس ما في كلام. لا عمي لا، الموضوع مو موضوع هريب منه. لكن شو وصله لعند ابو الرجاء؟ والله ما بعرف، هذا اللي محيرني. ايوه المهم سيدي، عرفت وين هو هالواطي ابو الرجاء هو وكلابه؟ ايه عرفت مكانه للوسخ، وراح افرجيهم شيء بعمرهم ما شافوه. ادعوا لنا شباب. الله يكون معكم. الله يكون معكم. الشيف 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 الشاد للبيع، الشيف 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 الشاد للبيع. الشيف اسمع عزو. تفضل سامي. انت بدك تضل تحت امري لحتى تتعلم المصلحه وتختمها. حاضر ابو محمود. شايف هذا الدفتر؟ شايفه. هذا فيه الصادر والوارد تبع البوايكيه، يعني شو بيفوت شو بيطلع على البوايكيه من رزق. حلو، شو بيفوت وشو بيطلع؟ شايف هاي الفرشه؟ شايفها. هي بينام عليها الاخرس. ايوه. مالك شغل فيها؟ مالي شغل فيها. ماشي. شرف على المكتب. شرف. لا حضر. شرف انت شرف. اي على راسي. يا انت شو عم تساوي هو؟ روح على شغلك. روح روح. هلا انا من زمان بستغلظك على فكره، هلا استغلظك اكثر على الخبريه. ولا من كل اعلك عم تحكي انه مرزوق رجع الحاره؟ مثل ما سمعت. كداس كداس تعال اسمع هذا الفوال شو عم يحكي. تعال. شو عم يقول هذا الواطي؟ على المرزوق طلع من الحبس ورجع الحاره وعم يشتغل بالقهوه كمان. ايوه. شو هالخبرية الحلوة هي؟ عجبتك ما؟ شو عجبتني؟ بتطير العقل، بتمزع العقل، مشتاق له خير الله هو وعدلي. وأنا طاير عقلي، ناطف قلبي على شوفته كمان. ليش شو في بينك وبين مرزوق الكداس؟ اسمع شو عم يحكي حامد، قال شو في بيننا وبين مرزوق؟ هلا لا بتعرف شو في بيناتنا؟ ما كنتوا خليتوا مرزوق بالحارة. ولا كنتوا شغلتوا هذا الواطي عدلي. بس كداس ليك بيعطي بلاحة نفس المسطرة. ايه لك ما فشت عينك يا كلب مدوية. تفو عليكم يا قليلين الشرف والناموس. خراسو لا لك عم تستحكمني وانا مربط بالحبل ولك حامد. لك اذا كنت رجال فكني فكني لحتى ورجيك قيمتك. رجال رح تعرفني قديش رجال لما رح نطلع على بيت اهلك، وقتها برجع بفكك. شكل موتتنا قربت يا مطيع. أهل حارة عرفوا وين مكان أبو الرجع؟ إيه سيدي عرفوا، وعرفوا كمان وين متخبيين. مخت مخت. طيب أنت شو في أخبار جديدة عن حارة؟ سيدي أبو الرجع بعت واحد من رجاله يبيع مقشات بالحارة. مين هو هذا واحد؟ أنا ما بعرفه، بس كان اسمه هارون. طيب أنت بيروح بيتعرف على هذا هارون وبيعرف ليش إجا على حارة وشو عم يعمل. أمرك سيدي، خدامك أنا. يلا روح. سلام. موريس، على هذا حكي أنت لازم يروح لعند أبو رجا يقول له حارة عم بيحضروا شيء كبير، يعني يشدد حراسة وبيدير باله منيح.
أمرك سيدي، سأذهب إليه في الحال. تريد شيء آخر سيدي؟ لا احترام. شو عم بيصير؟ والله يا مختار الحجن ما بعرف شو بدي أعمل. اليوم قاعدين على الأكل، أمي قالت لي أنت كول وخلي أخوك هنيك عم يضربوه. لا حول الله، شو الطريقة لحتى نرجعه؟ أبو سليم عم يقترح إنه نبعث رجال من طرفنا يتفاوضوا معه. شو نتفاوض معه؟ هيك رح ننزل قدامهم. شو طالع بإيدنا يا بشير أفندي؟ مو طالع بإيدنا شيء. بعدين الجماعة كثير قوايا، أكثر مما بتتخيل. طالما الفرنساوي دعمهم رح يكونوا قوايا، قوايا كثير كمان. بس هذا ما بيمنع إنه نرجع نشتري سلاح ونقاتلهم فيه. وهلا شو استبيتوا يا جماعة؟ نوافق أبو سليم ونبعت رجال من طرفنا يتفاوضوا معهم، ولا نستنى لنشتري سلاح ونقاتلهم ونخلص مطيع وماجد؟ أنا مع عمي أبو سليم، خلينا نبعت لهم جماعة يتفاهموا معه وبركوا بيتركوا الشباب. وأنا كمان معك. شو رأيك يا بشير؟ أنا معكم مختار، بس بركي ما رضوا يقابلونا يحكوا على شو بنعمل يعني. يا بشير ما بدنا نسبي على شي صار وشي بده يصير وشي لسه ما صار. ومين بده يروح لعندهم يا مختار؟ أنا بروح لعندهم. وأنا بروح معك أبو سليم. خلص اتكلنا على الله، من بكرة بكير بتروحوا لعندهم وإن شاء الله بترجعونا بأخبار طيبة. مختار خليني أروح معهم. لا أنت ما بصير تروح. ليش ما بصير روح؟ بدي روح أطمن على أخي شوفه، ما لحضركم هنيك. بشير نحن ما بدنا نشاكلهم هلأ، بس هيك بالأول بدنا نشوف شو طلباتهم، بعدين ما بدنا نعمل دم بيننا وبينهم. بس أنا ما رح أسكتلهم ورح دفعهم الثمن غالي. هذا أخي، أخي هذا. كلياتنا ما رح نسكت لهم ورح نرد عليهم، بس لكن مو هلا. لما نشتري سلاح وتصير قوتنا بتعادل قوتهم، ساعتها بنتصرف. ماشي مختار ماشي. أبو سليم بس أشوف مطيع اللي أخوك ما رح ينساك وما رح يتركك وما رح يهداله بال لحتى يشوفك راجع على البيت.